تعال بنت الابن ما تاخذ نص عدم المعصب عدوان مماثل عدم من سبق. عدم المعصب من يعصب بنت الابن؟ ابن ابن تقول اخوها خطا، ممكن ابن عمها يكون. وبنت وعدم المماثل بنت ابن اخرى فاكثر، لا تقول اختها او بنت عمها. تمام. وعدم من تقدم معنا؟ عدم البنت فاكثر وعدم الابن فاكثر، انتهينا. اذا اربع شروط عند بنت الابن: عدم معصب، عدم ماثل، عدم الابن فاكثر، عدم البنت فاكثر. انتهينا من من اللي وجه له السؤال هو اللي جاوب؟ محامي؟ ها؟ لا. طيب، وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن عند فقد البنت، نعم.